Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. طبعا هذه أكاديمية نواب الرئيس لغرف إقليم الجنوب تندرج في إطار برنامج وطني كامل، يعني بعد أكاديمية الرؤساء اللي صارت على المستوى الوطني لرؤساء غرف الحمامات، كل إقليم من أقاليمنا الخمسة ينظموا أكاديمية لنواب الرئيس بمثيل الكاتب العام وأمين المال، يعني يتمكن من بعض وسائل العمل وآلياته المستحسنة اللي تسمح لهم بإنجاز مهامهم على مستوى سنة واحدة، يعني هي عمر المكتب التنفيذي كل سنة. وطبعا الأكاديمية تندرج في منظومة تكوينية معينة، يعني يلزم ياخذوا دروس تقنية، دروس في التسيير تقنيا، يعني بالطبع كيف يسير الغرفان كيفاش يبرمج أنشطته، كيفاش تكون علاقته بوسائل الإعلام، كيفاش تكون علاقته بالجمعيات الأخرى على مستوى الجهة ولا الوطن. ثلاثة مكونين اللي هما نبيل عبد الكبير باش يعالج قضية النواب الرئيس، من يكون وماذا يفعل، كيف كوا بالعبارة أخرى. والدرس الثاني الأخ وسيم الزواري استشار وسبونسور، كيفاش تعمل كوليكت، كيفاش تعمل ملفات الاستشار. والدرس الثالث الأخ شوقي فريعة، وهو الطريقة البرلمانية بعبارة أخرى، معناتها البروسيدور البرلمانتير اللي تتعلق أساسا بتنظيم السير العمل على مستوى الجلسة، من محاضر، من تقارير، من تصويت على المشاريع وعلى الآراء وعلى كل ما يلزم معناتها المجتمعات. إن شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب. أعتقد أن غرف الإقليم كلها تقريبا حاضرة، كالكو جان فري تقريبا احنا 12 ابتداء معناتها حضروا 11 وحدة متربصة، وإن شاء الله بحول الله معناتها نكونوا قدوة. يعني حفل اختتام بإسناد شهائد المساهمة، شهائد المساهمة في الأكاديمية لمن حضر بالطبع وواكب الدروس الكل، لأن يعني يمكن أن يحصل على دبلوم وإن من اجتاز الدروس يعني كلها. شلبي محفوظة، بريزيدونس أو إل إم جمانيدون 2013، الفايدة المنتظرة هي الأكاديمية دي بليكي 2013 في لي مغلطة غرفة جربة في الكريم فال، هي نحاولوا حاجة بركة نهوض بالغرفة الفتية من جديد، خصوصا أنه الغرفة معناها ما عاش كما قبل، ما عاش كما إقبال عليها. دونك أون بليس كو سا تظاهرة هذه تحاول تلم خاصة غرف الإقليم الجنوب، وإن شاء الله فما برنامج تقري للغاية، إن شاء الله ربي يوفقنا. يونس الزبي رئيس غرفة الجيم جربة، بالنسبة للتظاهرة هذه هي تكوين لي بي بي، يعني لبيس بريزيدون، على أساس تكوين لي تريزوري، تكوين لي سيكريتير جينيرال، لبيس بريزيدون فورماسيون، لبيس بريزيدون بروغرام. بالنسبة نحب نشكر غرفة جربة على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، وبارك الله فيهم إن شاء الله بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شيد رئيس الوطني للغرفة الفتية العالمية التونسية. اليوم إن شاء الله مرحبا بكم في ساعة الجربة. اليوم إن شاء الله أكاديمية نواب الرئيس التنفيذيين للغرفة المحلية، هذه عادة جابت عليها الغرفة الفتية العالمية التونسية نظمها على مستوى الأقاليم اللي هما خمسة أقاليم على كامل تراب الجمهورية. اليوم إقليم الجنوب معناها
نظم الاقليم نظم الاكاديميه بتاعو في مدينه جربه وتنظيم غرفه جربه. الاكاديميه تتموقع تحوصل حاصل هما فما اربع نواب رئيس الاكاديميه تكون حول تنميه القدرات القياديه بتاعهم باش ينجموا ينجحوا في المهام بتاعهم في سنه 2013. كان قبلها من اسبوعين الاكاديميه قياديه للرؤساء المحليين وتمت اعلام على الرؤساء المحليين بالبرنامج تاع المكتب الوطني سنه 2013. توا باش تم اعلام نواب الرئيس التنفيذيين المحليين بالبرنامج تاع 2013 نعطيهم اكثر قدره انهم هما باش ينجحوا في العام بتاعهم. يظهر لي التكوين هو من احدى النقاط الهامه في العمل الغرفه ومن احدى النقاط الهامه في نجاح سنه تاع اي غرفه محليه. وان شاء الله يكون معناها حضور وفير باش نجمو تكون معناها تكون الافاده حاصله. ومرحبا بكم مره اخرى. مار سعدي نائب رئيس الوطني التنفيذي المكلف باقليم الجنوب. حضورنا اليوم يتمحور حول فعاليات أكاديمية نواب رئيس رؤساء الغرف المحلية. إن شاء الله التظاهرة باش تدوم على مدى يومين السبت والأحد. التظاهرة هذه باش يكون فيها ثلاث دروس تكوينية. تكوين يخص حول دور نواب الرئيس بالغرف المحلية، ثم تكوين حول البروسيدير برلمونتير يعني الإجراءات البرلمانية المتبعة في تسيير جلسات الغرف الوطنية والغرف المحلية، ثم درس تكويني حول السبونسورين وكيفية يعني إقناع الممولين بتمويل تظاهرات تخص الغرفة الفتية. شر اليوم تظاهرة كانت في حضور الرئيس الوطني الأخ حمدي بشيدة رئيس الغرفة الفتية التونسية، أيضا بحضور ثلة من الشيوخ الغرفة، بحضور نواب رؤساء الغرف المحلية لإقليم الجنوب، وأيضا بحضور ثلة من الأعضاء للغرف ورؤساء الغرف. طبعا التظاهرة هذه الهدف منها هو تدعيم الدورة التكوينية للغرفة الفتية وأعطاء شحنة لنواب رئيس رؤساء الغرف المحلية حتى يقوموا بدورهم سنة 2013 على أكمل وجه ويقوموا بالأنشطة الموجودة في برامجهم لسنة 2013 للقيام بتغيير إيجابي في كل غرفة محلية، والتغيير الإيجابي اللي يكون في كل غرفة محلية يعني تغيير إيجابي للغرفة الوطنية ككل وتغيير إيجابي للجهات بما في ذلك يعني إقليم الجنوب وجهات الجنوب. الأخ وسام بن عمر. الأخ وسام بن عمر. المكون الأخ وسام بن عمر. المكون الغرفة العالمية الأخ شوقي بتريعة. المكون الغرفة الأخ لبيع التدبير. بالطبع شيخنا الفاضل فرشوف بن هلال. في أكاديمية التدريب اللي هو طبعا جونيور غرفة جربة يوسف البيون. خويا المشاور ونائب رئيس الوطني تكوين بإقليم الجنوب محمد داو. هذوما الثلاثة تو باش ندخلهم مع بعض. رئيس غرفة جربة طه السلامة. الأخ نائب رئيس الوطني التنفيذي سعدي يرحب الجميع وهو في المقدمة رئيسنا الوطني أصغر رئيس وطني للبلاد المستر الغرفوي حمدي بشيدة. رحب بكم ترحاب خاص في غرفة جربة. أنتم في ضيافتنا غرفة جربة معروفة بالضيافة. إن شاء الله تقدموا معنا مقيد باهي يوم وغدوة. الإطار هو أكاديمية نواب الرئيس. نعدي الكلمة للأخت فريال التنظيم باش تعطيك ملخص للتظاهرة يوم وغدوة. شكرا رئيس. مرحبا بكم في الكل. مرحبا بسيد الرئيس الوطني سيدي كشيدة. مرحبا بالفي بي او سي مير سعدي والفي بي اف سي محمد داوود. مرحبا بكم الكل المكونين تاعنا. باش نعطيكم نفحة بسيطة على البروجرام تاع اليوم وغدوة. البرمي كور دو فورماسيون باش يكون مع شيخ نبيل عبد الكبير. من بعد باش نتوما على ما باش يكونوا مع بريزونطاسيون 100% جيت كاسيتي.
بعد عن كنتون ليبر أقول شباب أحنا عملتكم بروجرام هو بلد عقواد اللي حبيت العقواد يعمل دولة بمشيروا للبحر السيكية جوست هنا في الزون توريستيك بيان سور انتر بارانتيز على شارج دي بارتيسيبو ما هوش كومبري لسكري بي بعد على ريونيون سي بي اس زون او بعد العشاء ربي سوي بونكتويل في العشاء شكون سبع تراجي بي ان شاء الله بعد على ريونيون مع 9:30 سي ار اف زون او كيف كيف بعد طون ليبر وسهريه باش تكون عندكم اكسي للديسكوتيك يحب يدخل يتفرج وتعمل جو مرحبا بكم الناس الكل بونكتويل سيرتو في السهريه غدوة إن شاء الله سوي بونكتويل في الابتداج 8 تاع الصباح وبعد دوزيام كور دو فورماسيون باش يكون مع سي يوسف بن عمر 11 بوز كافي 11:30 تروازيام كور دو فورماسيون مع سي شوقي فقيعة والختام يكون مع سيريموني دو كلوتور و رميس دي ديبلوم. سوي بونكتيال في الفورماسيون وان شاء الله تعطيونا على بيت اللون. شكرا لك. شكرا خويا محمد. قبل كل شيء مرحبا بكم الناس كوليكا في اكاديمية نواب رئيس الغرف المحلية. خويا طارق سدامة رئيس غرفة جربة الاخت فريال ياسين ديريكتيفيس داكسيون عمان. أخ وسام بن عمر المكون، خونا شوقي فقيعة شيخنا في العبد الكبير، خونا محمد داود نائب الرئيس مكلف بالتكوين، حاب نشكر غرفة جربة على تنظيم هالملتقى التكويني هذايا، وأيضا حاب نشكر المجهود اللي قام به خونا محمد داود للتنسيق مع المكونين ومع الغرفة المنظمة. إن شاء الله تحصل الفائدة من الأكاديمية دي، حابين نشكر المكونين نعرف مستعين الأستاذ اللي نشوفهم حاضرين، يعطيهم الصحة ونزلوا موجودين بيناتنا. فما زاد وجوه كل ما نشوفهم زي نفتح الشيوخ حاضرين بيننا يعطيكم الصحة في هذه الغرفة وإن شاء الله تأثروا مستقبلها ليش بيكم أنا ما نجم أنا واحد زي الأطار اللي موجودة زاد النواب رئيس المحلية إن شاء الله تكون تحصل الفائدة في الأكاديمية دي مش نجم توصلوا لميسيون والفيزيون تاع جون شومبر في وسط اللوكاليتي بتاعهم المكتب الوطني يعني يعتمد كان على الغرف المحلية باش يوصل البرنامج بتاعه باش يكون هو هما يكونوا لي فير دو لونس هما يكونوا الواجهة بتاعنا نحن يعطيكم الصحة على الحضور والإيمان بالتكوين في وسط الغرفة التقليدية العربية التونسية، يعطيكم الصحة غرفة تجربة على استقبال الورود، إن شاء الله تحصل الفائدة، يعطيكم الصحة.